بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أراجع معاكم فكرة المؤتمر، موضوعنا بعنوان الشهوات الروحية. يعني إحنا فينا روح وجسد، الروح ينقاد لروح الله، وروح الله له رغبات، والجسد له رغبات. الجسد ينتسب بدرجة ما إلى عالم الحيوان والأرض، فلو مشيت ورا رغبات الجسد انت تحولت الى حيوان راقي، لكن عايز تاكل وتشرب وتتناسل. اذا مشيت ورا رغبات الروح القدس اللي سكن فيك انت ماشي في اتجاه الله، فبقيت فعلا ابن لله، بقيت فوق الطبيعة حتى البشرية. اذا باختيارك، باختيار نوع شهواتك، انت بتحدد مصيرك، بتحدد شكلك ومصيرك. يا ترى انت سماوي ولا ارضي؟ انت تميل لعالم الملائكة او ما يقارب لله، ولا تميل لعالم الارض والجسديات؟ شهوات العالم قلنا شهوة الجسد، شهوة العين، تعظم المعيشة، ليس من الله بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته. شهوات الروحية خدنا منها شوية امبارح، حطيناها كلها كأشكال، ولقينا في مثلا شهوة زي شهوة السلام وكلنا عندنا، شهوة التوبة نفسنا. طيب تعالوا ناخد دلوقتي شهوة المعرفة. شهوة المعرفة، كل الناس تحب تعرف، كل الناس من الطفل الصغير غاوي يعرف لغاية أكبر راجل عجوز يعني جدا، برضو بيبقى المعلومة الجديدة بتفرح. لكن في نوعين من المعرفة، زي ما شفنا في نوعين من الشهوات، في نوع المعرفة تاخدها من ايد ربنا، وفي نوع تاخده من ايد الشيطان. وده أبسط سيناريو اتفتح بيه الكتاب المقدس. قصة البشرية كلها بدأت بالحكاية البسيطة دي، ان في نوعين من المعرفة ممثلين في شجرتين. ما هو خلي بالكم المعرفة البدائية ايه؟ انك تدوق فتتعرف على الطعم. فاهمين؟ عارفين لما كنا أطفال المعرفة بتيجي بالحواس، المس الملمس ده اسمه كذا، دوق الطعم ده اسمه مالح، الطعم ده اسمه عادب، الطعم ده اسمه حلو. فاهمين؟ فربنا قصد يخلي المعرفة البدائية جدا للناس على شكل الأكل. ومن هنا برضو في نوعين من الأكل، في أكل أو معرفة تاخدها من إيد الشيطان، وفي أكل أو معرفة تاخدها من إيد الله. أنهي الأسهل؟ الحقيقة ربنا. ليه؟ لأنه حسب النص اللي في سفر التكوين، من كل شجر الجنة إيه؟ تأكل. وفي شجرة بالذات أحلى شجر في وسط الجنة اسمها شجرة الحياة، شجرة واحدة بلاش منها، معرفة واحدة حتى اسمها معرفة الإيه؟ عارفين ليه حط الخير هنا؟ لأن هي مظهرها حلو، لأن طعمها في الأول حلو، بس جواها ايه؟ جواها شر. فاهمين الفكرة؟ زي بقى كل حاجة في حياتنا دلوقتي، الفلوس حلوة بس وراها شر لو ما فهمتهاش صح، الكمبيوتر حلو مفيد بس وراها شر لو ما استخدمتوش صح. فهنا شجرة واحدة قال له بلاش دي، بلاش دي، يبقى لو خدها ياخدها من ايد مين؟ من ايد الحية. فهمتوا الفكرة؟ فالحية تدخل وتغري بقى وتبيع البضاعة بتاعتها. والآدم اللي قدامه، آدم وكل بني آدم قدامه فرصة خير وشر، أو شر مغلف بالخير، وقدامه فرصة خير حقيقي كتير وواسع. خلي بالكم ربنا مش عاوز يضايق علينا، ما تاكل يا حبيبي وتشكر، ما تتجوز وتشكر، ما تنجح وتشكر، ما يجيلك الفلوس وتشكر، يجيلك عيال وتشكر. وربنا مش مانع يعني متع الحياة، بس خدها من ايده. ما عادتش من ايده بقى، بقى الواحد خد من ايد الحية. فلما خد من ايد الحية تشوهت المعرفة، لان ادم بيكتشف حاجات ما كانش ربنا عاوز يشوف، بشهوات جديدة دخلت فيه، فهم يعني ايه عري. طب ده كان طفل بريء ما بيفهمش يعني ايه العري. وبعدين لقيناه طبعه اتغير، المسؤولية اللي فيه كراجل عن مراته، غسل ايده وقال الست هي السبب. ايه الحركات دي؟
دي المعرفة الغريبة بقى، دي المشاكل الزوجية، دي كل العداوات اللي داخلة في البشر، كل ده أصله input غلط دخل على دماغك. أي خطية في حياتك هي ابتدت بمعرفة. أي خطية، أصغر خطية، الشتيمة، الكذب، الحلفان، هي أساسا معرفة input دخل غلط، يقابلها input صح. لو أنت كنت مشيت وراء ما كنتش هتستحمل تدين الناس ولا تكذب على الناس ولا تبص بصة وحشة للناس، لأنه كانت المعرفة الصح هي اللي هتطلع التصرف الصح. إذن الإنسان عموما كائن يشتهي المعرفة، كل إنسان، لكن إحنا زي ما قلنا في شهوات جسدية وشهوات روحية، والجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلوا ما لا تريدون. إحنا عاوزين نختار بقى، نختار شهوة صح، شهوة روحية مش شهوة جسدية، لأنه الجسد تعبنا منه. فنتكلم في شهوة المعرفة. ناخد كم قول للقديسين الأول. الإنسان الذي لا يعرف كيف يميز بين الخير والشر ليس له أن يحكم في البشر أن هذا صالح وذاك شرير. يعني إيه؟ قولوا لي يا أحبائي، هو أنت بتعرف تميز بين الخير والشر؟ هتقول لي آه. أقول لك طب بتعمل الشر ليه؟ يبقى واضح أنك غالبا مش مميز، لأنك بتقعد في قاعدة تجيب سيرة الناس وأنت مش مميز أن دي حاجة وحشة، أنك بتاكل كتير وتنام فما بتصليش وأنت مش مميز أنه ده مش كويس على روحياتك. طب يبقى أنت بدل مش بتميز، هتميز الناس صح وغلط إزاي إذا ما كنتش عارف تميز الصح وغلط في حياتك؟ يعني سيب اللي يحكم مين كويس ومين وحش، اللي ما بيغلطش يبقى معاه حق، مش كده؟ لما يكون واحد ما بيغلطش خالص، يعني مميز كويس قوي وشايف الصح من الغلط، هو ده الوحيد اللي ممكن يقول ده صح وده غلط. يبقى الحقيقة كلنا مش من حقنا نحكم على حد بسبب المعرفة الناقصة. مرة تاني أنبا أنطونيوس يقول إيه؟ عندما تنام على سريرك تذكر بركات الله وعنايته بيك واشكره على هذا، فاستمتلئ بهذه الأفكار. خلي بالكم المعرفة مش دايما كتب، المعرفة ساعات تبقى طريقة تفكير، طريقة التفكير تجيب معرفة. واحد قاعد في السرير وبينعس، قاعد يكتر كل مشاكل اليوم والخناقات اللي عدت عليه، يبقى المعرفة ماشية في اتجاه غضب وإدانة وكراهية وغل. واحد قاعد في سريره مستني النوم عمال يكتر قد ايه ربنا كان حلو وكريم النهاردة، يبقى دي معرفة عمالة تدي له سلام وتدي له هدوء وتدي له حب، مش كده؟ يبقى انت كمان حتى من غير كتاب بتغذي دماغك بأفكار. عندئذ يكون في نوم الجسد سموا لنفسك. شوفوا، يبقى المعرفة السليمة تسمو بالجسد، نومك يبقى هادي، جسمك يصحى صحتك كويسة، لأن الفكرتين الحلوين اللي دخلوا دماغك قبل ما تنام فكرتين يريحوا القلب ما يجيبوش ضغط. وإغلاق عينيك بمثابة معرفة حقيقة، معرفة حقيقية لله، يعني تغمض عينك مع الأفكار الحلوة دي كأنك بتتفرج على ربنا وشغل ربنا، يبقى المعرفة حتى الداخلية ده اختيار شخصي. وصمتك وأنت مشحون بمشاعر صالحة هو تمجيد لله القدير. يبقى ممكن واحد يكون قاعد ساكت وجوه بيشكر بيمجد ربنا، لأن الأفكار اللي جوه عبارة عن مزيج من الحب والعرفان والتقدير والشكر جوه من غير كلام. طبعا دي معرفة كلها ماشية مع آدم اللي قبل ما يغلط. يعني مقدمة لله تسبيحا يرتفع للأعلي، لأنه عندما لا يوجد شر في الإنسان فإن الشكر وحده يرضى الله أكثر من تقدمات سمينة. يعني إيه؟ لو شر يبقى لازم توبة، لكن لو ما فيش شر يبقى حالة الشكر هي الحالة الأساسية. فيبقى أنت الممتلئ بمعرفة نقية دائم الشكر. برضو واحد من الأباء قال كده، قال آدم، تصوروا معايا لما كان يمد إيده ياخد من أي شجرة كان يقول ايه على طول؟ Thank you God، ها؟ مش كده؟ مرسي يا رب، لانها من ايد ربنا. الشجرة الوحيدة اللي خد منها ما ينفعش يقول شكرا يا رب، بتاعت الشيطان، بتاعت الحي. فاول ما بطل يقول شكرا يا رب باظت الدنيا كلها. فهمتوا الفكرة؟
لو خدت مراتك من ايد ربنا تقول شكرا يا رب، لو خدت واحدة مش من ايد ربنا هتقول شكرا ازاي؟ لو خدت فلوس من ايد ربنا شكرا يا رب، كلها بركة. لو خدت فلوس مش من ايد ربنا، فهمتوا الفكرة؟ لو خدت ولاد من ايد ربنا، لو خدت خدام من ايد ربنا، لكن لو خدت علاقات مش من ايد ربنا مش ممكن هتقول شكرا يا رب. فاول ما تتوقف حالة الشكر معناها دخلنا في اوضة الضلمة على طول، حالة الفساد، المعرفة الغامقة دي اللي ما يصلحش معاها كلمة اشكرك يا رب. وهي حواء وادم هيقولوا اشكرك وهما بياكلوا من شجرة محرمة؟ تنفعش. فعشان كده أنبا أنطونيوس يقول المعرفة المظبوطة تخليك من غير ما تحس تقول أشكرك جواك كده. وعشان كده احنا ما عندناش مشكلة في الطبيعة والأكل والشرب والعلاقات الإنسانية، كل ده يتقال عليه أشكرك يا رب يبقى أنت واخده ماشي فيه صح. لكن كل ده ممكن يتلوث بالشر لأنه مش مصاحب بالشكر. قول آخر لأغسطينوس يقول يا ويل من يعرف كل شيء ولم يعرفك، ويا سعد من يعرفك حتى لو لم يعرف أي شيء. فهمنا؟ يا غلب اللي عمال يعرف كل حاجة في الدنيا، تسأل واحد في الإلكترونيكس يجاوبك، في الجغرافيا يجاوبك، في السياسة يجاوبك، في الموضة يجاوبك، في الكورة يجاوبك، تسأله في الإنجيل يفتح بقه. يعني الشطارة دي، وده هينفعك في إيه؟ كل اللي انت خدته ده هيأخر موتك كتير يعني؟ طب وهيديك حياة أبدية إزاي؟ طب ما انت مش عارف حاجة. فاكرين الحكاية بتاعت الراجل العالم اللي كان طالع فيها وركب فلوكة كده، مركب صغيرة مع واحد مراكبي، وبعدين حب يتقلط عليه فكان شايل شوية كتب، فقال له عارف الكتاب ده؟ ده بقى كتاب مش عارف بكام وفي كل المعلومات في الأحياء، قريته ده؟ قال له لا يا باشا مش بقرا. قال له ده انت فاتك نص عمرك. وبعدين الكتاب اللي بعده ده بقى كتاب بقى رياضيات ويغني عليه شوية، قريته؟ قال له ما بعرفش اقرا يا باشا. قال له فات نص عمرك. بعدين المية عليت وابتدى الموج يزيد، فقال له انت بتعرف تعوم يا باشا؟ قال له ما بعرفش. قال له فات عمرك كله. هي نفس الحكاية، لو ما عرفتش ربنا يبقى عمرك كله فات. ربنا يسوع استخدم كلمة المعرفة دي بطريقة جميلة قوي، وهو بيصلي في ليلة صليبه قال ايه؟ عرفتهم اسمك. يبقى كان دور المسيح مع التلاميذ دور معرفي، وسأعرفهم. يبقى المسيح دوره معلم، وفي حياتنا المسيح معلم طول الوقت، بيعلمنا نعيش صح، بيعلمنا طريق الحياة الأبدية، بيعلمنا نحب الناس، بيغير فينا بمعرفة مستمرة، ليكون فيهم النتاج الحقيقي للمعرفة الروحية كلمة واحدة، الحب. تاني الحتة دي عشان مهم، المعرفة اللي ما تخدمش على الحب تبقى من ايد الشيطان على طول، المعرفة اللي تخدم على حب الله والناس تبقى من ايد ربنا. اي معلومة ما تزقكش في اتجاه حب الناس اخاف منها، دي من الشيطان. دي واحد جاي يكلمك عن واحد بيعمل عمايل سودة، دي ليه دي؟ لو انت قلبك عمران حب هتروح تسأل عليه وتفتقده، لكن في الغالب اللي بيحصل انك بتقفل منه، تسيء في الظن، يمكن انت تاخد الكلام وتروح تقوله لواحد تالت، يبقى معرفة شيطانية، يبقى كلت من شجرة معرفة الخير والشر، لانك انت ما خدتهاش من ايد ربنا، لانها لم تنتهي بحب. عرفتهم وسأعرفهم ليكون فيهم الحب. عشان كده المسيح اعتبر اكتر ناس بتفهم هم الاطفال، لان هم دول بيستلموا الحب بسهولة، اما العارفين فجهال لانهم مش عارفين يحب. المعرفة الروحية السليمة هي اساس العلاقة السليمة مع الله والناس. يعني ايه؟ لو فهمت ربنا صح تعرف تتعامل معه. تصور ان في واحد يظن فان الله اله قاسي، لازم لمؤاخذة في التعبير نتقي شر. في ناس شايفة ربنا كده، طب هيتعامل مع ربنا ازاي؟ على اساس الفكرة، الفكرة كده هيخاف يعمل غلط، بس هو بيخاف يعمل الغلط لحسن ربنا يعمل فيه ويساوي، لكن ده مش عارف يحبه ولا عارف يستمتع
ولا عارف يصلي من قلبه ولا يحب حد، هو عاوز يخلص من من الشخص المتعب اللي اسمه ربنا. ما هي معرفة غلط يا حبيبي، هي أساسها غلط. هو مين قالك إن ربنا عامل كده؟ ده ربنا ده أطيب من أبوك مليون مرة. إذا كان أبوك ده فيه حاجة كويسة هو اللي ربنا حاططها فيه. طب يبقى أنت مش فاهمه صح، وعشان كده علاقتك بيه مضطربة. وفي كتير قوي من الشباب اللي ألحد هو أساسها إنه فهم ربنا غلط، فاتغاظ منه. معاه حق بصراحة، لأن الصورة اللي وصلتك يا ابني غلط. هو مش كده، ربنا أطيب من كده وأحلى من كده، وصعب جدا حد يرفضه. ما هترفضه ليه إذا كان بيحبك وبس، ما بيعملش غير كده. نفس الكلام أساس العلاقة بالناس. لو أنت شايف البني آدم اللي قصادك ده، ده البني آدم اللي بيعطل حريتي، بيعطل سعادتي، ده اللي بينكد عليا، ده اللي هيسرقني، هتتعامل على الأساس ده. لكن لو أنت بصيت للإنسان ده، ده صورة ربنا، ده رصيدي في السماء، ده لو حبيته خدت السماء كلها، ده ربنا حطه في حياتي عشان يعلمني حاجة حلوة، نظرة اختلفت خالص. يبقى العلاقات محكومة بالدماغ. انت باصص ازاي لربنا وللناس تقوم العلاقة. عشان كده في حاجة اسمها العلاقة السوية بالناس، والعلاقة السوية بالله اللي هي التدين السليم، اللي هي المسيحية الأرثوذكسية، هي علاقة سوية بالله. سوية يعني ايه؟ ما فيهاش تطرف، ما فيهاش فكرة اكسنتريك كده بترمي لبعيد، لا، هي علاقة طبيعية. أب وابنه بيحبه قوي، كان مش بيخاف يزعله ويخاف يسيب له البيت لأنه عارف أنه بره وحش، وعارف أنه لازم يرجع ويقول سوري لما يلخبط، لكن مطمن قوي أن أبوه حضنه واسع وبيقبله، وفاهم كويس العز بتاع أبوه والغلب اللي بره أبوه. كل دي معرفة، وعلى أساس المعرفة تتكون العلاقة، معرفة الخير والشر. هنا القصة الأولى اللي حكاها الكتاب تفهمنا اللي حاصل في الدنيا دلوقتي. المعرفة اللي مالية التلفزيون والميديا والجرايد والمجلات والكتب العلمية أحيانا، الكاتب الأول في الموضوع الإمضاء تحت الحية، بس طبعا مش متغطية بحبر سري يعني. ليه؟ لأنه هو بيسرب أفكار للعالم كله، كذبة كبيرة قوي الناس تعيش فيها لغاية ما العمر يخلص، ياخدهم معاه على الهلاك الأبدي. العالم يا أحبائي عايش مجموعة من الأكاذيب والضلالات، وكل الناس مصدقاها. زي مثلا من أقدر الأكاذيب اللي الناس كلها مصدقاها، اللي معاه فلوس سعيد، ده أكتر الإعلانات بتقول كده. بص على إعلانات التلفزيون، تلاقي فيلا مش عارف بكم مليون، واحد مبتسم عاوز يقول لك دي بتجيب دي. روح أي فيلا من دول ما تلاقيش واحد مبتسم، يبقى واضح إنها إيه، هي كذبة. واخدين بالكم؟ أخطيت بقى أشكال عارية ويحط معاها نوع من الضحك عشان يقول الجسديات دي سعادة. طب اسأل أي حد عايش العيشة الملخبطة دي، تلاقيه بيتعالج من كآبة ومش عاوز يعيش، يبقى كذبة. فاهمين الفكرة؟ يبقى العالم مليان أكاذيب بس كل الناس بقت مصدقة. الحياة دي شطرة أصلا، وقعت أدم وحواء فمكملة، بس كل ده اسمه إيه؟ معرفة. شجرة اسمها معرفة الخير والشر. الخير هنا إيه؟ غلاف الشر. زي ما في مرقس واحد أول إصحاح اتكتب في العهد الجديد، لأن الشيطان بيشهد للمسيح. الشيطان أول واحد شهد للمسيح، أنت المسيح ابن الله. كان ربنا يسوع يعمل إيه بقى؟ ها؟ كان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون. ليه بقى؟ ما قالش حاجة غلط، أما ده الغلاف. لكن بعد كده كل اللي هيقوله غلط. فهمتوا الفكرة؟ يبقى لازم نحاسب انه ما تصدقش من فضلك، لازم تبقى حكيم في الزمن ده. اغلب اللي بيحصل حوالينا كذب. المسيحي بيدور على الحقيقة وسط اكاذيب ملهاش اخر. مصدر المعرفة الحقيقي الحية حاليا.
غرض المعرفة اللي بتنفسها الحية ايه؟ شهوات نفسية وجسدية. خلي بالكم الناس ممكن تبقى عايشة في امان الله وبعدين شوية اعلانات يلخبطوا البني ادم، يلخبطوا. احكي لكم حاجة قريتها، انا حكيتها من كام سنة يعني، مزعجة جدا. يقولك عشان يبيعوا اللبن الغالي بتاع البلاد الاوروبية في افريقيا، افريقيا غلابة، فيجيبوا علب اللبن وجنبها طفل مربرب كده صحته حلوة قوي، وبعدين يعملوه اسود زي عيالهم في الصورة. الام الغلبانة بترضع طبيعي خالص، بس حاسة عيلها هفتان، لان هي التانية هفتانة طبعا. تلاقي العلبة دي عيني $50 ولا $20، تاخد كل فلوس جوزها تجيب علبة. العلبة دي المفروض تخلص في 4 أيام، هي تأكله العلبة في شهر عشان تقعد. الطفل يحصل له ايه؟ يموت. في آلاف من أطفال الزنوج بتموت بسبب وسائل الإعلام الأكاذيب، لأنها ايه؟ طلعت في الأم شهوة مكدوبة، فاهمين ازاي؟ تصورت انه طفلها هيعيش أفضل بالعلبة الغريبة دي. ده العلبة دي سم، لبن الأم طبعا ملوش بديل حتى لو عندها أنيميا، فاهمين؟ كل العالم ماشي في الاتجاهات. المخدرات بتدخل بنفس الطريق. المخدرات عبارة عن ايه؟ عزومة سعادة، تعال انبسط، فاهمين؟ لكن ورا الانبساط ايه؟ دمار شامل. ثم العالم كله بقى كده. شهوة المعرفة موجودة، وعشان كده الشيطان شغال، لأنه لقي كل الناس عندها شهوة اسمها شهوة معرفة، عاوز أعرف بس المعلومة اللي هتاخدها هتمشي في أنهي اتجاه، دي اللي هتلخبط كل حاجة. طريق المعرفة في الحاجات دي كلها إيه؟ كسر الوصية. تعال دوق الزنا، تعال دوق المخدرات، تعال دوق الكذب، تعال دوق السرقة، تعال دوق الخيانة، تعال دوق. هي بالضبط العزومة اللي عملتها حية الحياة مع حواء وآدم. دوق، شوف شع طعمه حلو، والعزومة على طول تجري من 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 حواء لآدم وهكذا. الناحية التانية بقى في عزومة إلهية. ربنا بيقول تعالى حبيبي عرفني، أنا عندي معرفة ببلاش، ومعرفة تكبرك، معرفة تخليك شبهي، معرفة تحولك لنسخة مني، معرفة تحقق سعادتك بجد. إياكوا تفتكروا إن المسيحيين اللي ماشيين مع المسيح بجد مش سعدة. لسه واحدة من بناتنا كانت في الأم تريزا في الهند بتخدم معاهم، قالت لي عمري ما شفت سعادة في الدنيا زي اللي في وش الناس دول اللي بيخدموا ناس معوقة متألمة بال18 ساعة، وما بيناموش وما بيلحقوش ياكلوا، وشهم منور من السعادة. ما هي دي المعرفة الصح، هو ده الشكل الإنساني اللي ربنا كان قصده. كل دول شبه المسيح فلاقيين السعادة بجد، لأن دي مش دي الكذبة، دي الحقيقة، كل اللي بره كذب. المعرفة الإلهية بتيجي عن طريق الأكل. أيوة كما كان هكذا يكون. لما جه المسيح حط المعرفة الإلهية في جسده ودمه وقال كلوا هذا هو جسدي، من يأكلني إيه؟ يحيا، يثبت فيا. يبقى مش معلومة، الموضوع ما بقاش معلومة، بقت أكلة، بس أكلة تديك المعرفة الحقيقية. هنا غرض المعرفة الإلهية، كل ما تعرف ربنا أكتر كل ما تمشي في سكة السماء أكتر، كل ما ظبطت اتجاهك على الحياة الأبدية. فاللي احنا بيحصل فينا دلوقتي ما ده نوع من المعرفة. المعرفة الروحية بتخلي عينيك شايفة صح، بتغير نظارتك، بدل ما بتشوف الناس مبعجرة وملخبطة بتشوف الناس زي ما ربنا قصده. طريق المعرفة دي ايه؟ طاعة الوصية. سيمبلي كل مرة تقول يا رب حاضر هسمع كلامك، انت بتعرف صح. يا ريتك يا آدم قلت لربنا حاضر يا رب الشجرة دي بلاش يبقى حاضر. يا ريتك يا حواء جريتي على آدم وربنا وقلت لهم شوفوا الشيطان عاوز يضحك علي، انا مش هاكل غير من ايده. لاحظوا انه نفس الحركة حصلت بعدها بكذا الف سنة، جت نفس الحية مع ادم الثاني تعرض اكلة من ايدها، قل هذه الحجارة ها ان تصير خبزا، بس ادم الثاني واعي قال لها نو.
ضحكتي على الحية على حواء وآدم، أنا لا، ليس بالخبز وحده يحيى، أنا باكل من شجرة الحياة، أنا عارف الأكل الصح، كل كلمة تخرج من فم الله هي دي المعرفة الصح. اذهب عني يا شيطان، العب غيرها بقى، كفاية اللي عملته في البشر. العلم يا أحبائي ينفخ، يعني إيه؟ النهاردة الناس كلها بتنبهر بالعلوم والمعرفة، وكل اللي عارف جملتين زيادة بيتمنظر على اللي تحتيه. هل الناس دي سعيدة؟ لا. بيعيشوا حياة أفضل؟ لا. بيعمروا أكتر؟ لا. طب أمال إيه؟ شايفين روح. إحنا مش ضد العلم على فكرة، بس هي دي الحقيقة اللي لازم نكتشف، إن العلم بس مملوء أكاذيب، وأكبر أكدوبة إن العالم أفضل من الجاهل. مين قال؟ مين قال؟ الطفل أسعد والفقير أسعد غالبا، فالقصة أساسا كذبة. من جهة ما ذبح للأوثان نعلم أن لجميعنا علما، يعني كلنا عم بنفهم، بولس بيحايلهم يعني العلم ينفخ لكن المحبة تبني. تاني الشيطان بيبشر بالعلم اللي بيحاول ينفي أو يلغي وجود الله، لكن المسيح بيقدم حب يؤكد وجود الله. انت ماشي ايه؟ في سكة الحب، تحب الناس وتحب الخير، ولا ماشي في سكة المعلومات والمعرفة والفلسفة اللي هتطلع ربنا من الموضوع في الاخر؟ انت ماشي ورا مين؟ ان كان احد يظن انه يعرف شيئا فانه لم يعرف شيئا بعد كما يجب ان يعرف. اذا كنت فاهم كويس حاجات كتير، صدقني انت مش فاهم كتير. اهم حد انت ما فهمتوش، زي كلمة اغسطينوس، لو عرفت كل حاجة وما عرفتش ربنا كأنك ما عرفتش حاجة. ان كان احد يحب الله هذا معروف عنده. طفل يحب ربنا خلاص ده مكتوب اسمه في السماء. انت لو بتحب ربنا مش محتاج تعرف معلومات تانية، في معلومات دوشة على الفاضي. مرة تانية يقول اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، اختار الله ضعفاء العالم ليغزي الاقوياء. كفاينا انبهار بمعلومات الدنيا، جت على حساب حبنا البعض، جت على حساب الحقيقة. أجاب يسوع وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. بصوا يوحنا في بداية سفر إنجيل يوحنا حكالنا بداية تعرفه بالمسيح. يوحنا عمل حركة لطيفة جدا ياريتنا نعمل. يوحنا كان تلميذ يوحنا المعمدان، فيوحنا المعمدان شاور لهم على المسيح، هو ذا حمل الله، قاموا جري وراه. فالتفت يسوع وسألهما، كان يوحنا الحبيب شاب صغير ما يجيبش 20 سنة وما عنده راوس، عاوزين ايه؟ قالوا عاوزين نقعد معك، يعني عاوزين نسمعك، عاوزين نحب فيك، عاوزينك انت، مش عاوزين منك حاجة، عاوزينك انت، عاوزين شجرة الحياة. مش عاجبنا قعدة القهاوي بره والصيادين والغمز واللمز، احنا عاوزين نقعد معك. يا معلم أين تمكس؟ أهي دي، يا معلم أين تمكس؟ خد علمك من ربنا، اقعد تحت رجلين ربنا، تحت رجلين الإنجيل والمذبح، تحت رجلين الكنيس، واشبع بكلامه، هتفهم اللي محدش فهم، وهتشبع وهتفرح وهتحب وهتدوق طعمه عمرك ما دقته. وسيب اللي بره دول في الدوشة بتاعتهم، لأن هم ضحكين على روحهم. نفس الموقف يتكرر بعدها بكم سنة في مريم ومرسى. مرسى شاطرة في الطبيخ، عندها معلومات طبيخية يعني عالية، إنما مريم تعتبر جهلة في الطبيخ كويس، بس مريم أوعى، لأن قعدت تحت رجلين المسيح واختارت النصيب الصالح. ليه إيه؟ تقعد تسمع، تسمع ربنا، مش مهم تسمع الحلل اللي بتخبط. أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. أنا بتكلم تاني في إيه؟ شهوة المعرفة. يا ترى أنت كإنسان مخك دايما شغال وبيتغذى بمعلومات، أي نوع من المعرفة بتشتهيه؟ حاسب، لأن لو فحصنا اللي بيحصل في دماغنا يعني أقول إيه؟ لمؤاخذة يعني صفيحة زبالة بيتحط فيها زبالة من العالم كله يوميا بتاع المتكلفة دي، ليه تتحول لكده؟ أخبار السياسة وأخبار الشر وأخبار
الخبط وأخبار السماء وأخبار الأبدية ورسالتك في الحياة مش موجود في الموضوع. فاحنا عمالين ناكل من شجرة معرفة الخير والشر وسايبين شجرة الحياة. لما الواحد بيمسك دماغه دي يربط عليها ويركز بقى ايه اللي داخل، نقاوة بقى اللي داخل على دماغي ده لازم اخد بالي، فلتريشن بقى يحصل له اللي قال عليه بولس الرسول: تغيروا عن شكلكم بايه؟ تجديد اذهان. كل ما ذهني ده بقى جديد كل ما شكلي بقى جديد. يبقى مفتاحك دلوقتي هي دماغك، مركز معاها قوي، بتستقبل ايه المعلومات، بتقرا ايه كتب، بتسمع لمين كلام، بتفكر ازاي. ما هو كل ده اسمه معرفه. لو مراقب دماغك صدقوني انت تبقى شكلك بيتغير يوم بعد يوم، بتحلو بتبقى شبه ربنا، البساطه تطلع، النقاوه تطلع، القداسه تبان، لان دماغك ماشيه صح، عمال تاكل من شجره الحياه. لا تشاكله هذا الدهر، الدهر ده اتضحك عليه، ده بتاع معرفة الخير والشر، ده تبع الحياة. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي، شوفوا ربنا كان ناويلك على إيه، إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. بنفس المعنى يقول: أنتم لبستم الجديد في المعمودية الذي يتجدد للمعرفة. مش كفاية إن إحنا تعمدنا، إحنا عاوزين نعرف كل يوم ربنا شكله إيه عشان نبقى شبهه، ربنا عاوز إيه عشان نعمله، رسالتي ايه في الحياة عشان اوصل بيها للسماء. يتجدد للمعرف. عشان كده حلو انك تسمع وعظات، حلو انك تقرأ الانجيل، حلو انك تحضر اجتماعات، حلو انك تتفرج على ناس اتقياء، وحلو قوي انك تقفل على مصادر المعرفة الشرير. يجي واحد يقول لك عاوز اقول لك خبر، قول له متشكرين اعمل معروف، سيبني رايق، في اخبار بتجيلي بتخليني ما نامش، لا انا عاوز انام، عاوز اصلي وانام من غير ما افكر في الاخبار دي. انا جربت في مره افتح الموبايل اخلص مسجات قبل ما اصلي، اكتشفت اني ما بعرفش اصلي، فقلت لا نعكس، اصلي الاول وبعدين برد على المسجات، لان كل مسج والحمد لله يعفرط. فعلى ايه؟ خلينا نكلم ربنا. فمجرد المعرفه اللي داخله عمال على بطال دي دوش. طب اقعد مع ربنا وخد المعرفة الصح، تعرف تتعامل مع الدنيا كلها. أخيرا شهوة المعرفة بالسؤال. ربنا يسوع له المجد يحب قوي لما يكون عندك سؤال تروح تسأله. احنا بنعرف نسأل كتير قوي، بس ربنا صاحب المعرفة نادرا ما حد بيروح يسأله. يعني بص، واحد في المزمور زي داود لما قال له: إلى متى يا رب تنساني؟ كمل بعدها بأيتين تلاقي له جاله الحل. الحل ببساطة: أنا ما نسيتكش ولا لحظة، أنت اللي يتهيأ لك واللي عملته معاك هتشكرني عليه. في نفس المزمور اترد عليه على طول، تقرأ حبقوق بيصرخ في ربنا: أنت شايف الظلم وساكت؟ بعدها بصحين قاعد يسبح فيه يقول له: حكمتك عالية ومفيش حاجة بتطلع من تحت إيدك وكل أعمالك كاملة. انت ليه تروح بعيد؟ ما تسأل ربنا: يا رب مش فاهم. افهمك حبيبي. ايوب فضل يقول انا فاهم وربنا غلطان لغاية ما اخر اصحاح قبلها قال له: ممكن اسألك؟ قال له: كنت فين من بدري؟ ده انا قاعد 40 اصحاح مستنيك تقول لي ممكن اسأل، هجاوبك. تروح بعيد ليه؟ سؤالك عملت فيه ليه؟ عملت فيه كده عشان انت وولادك تتلموا عندي في السماء، عشان بحبك، عشان عاوزك أجمل وأعظم من قبل كده. الموضوع بسيط. على طول سجد وقال له: طب سوري 40 إصحاح عذبت روحك، عمال تسأل كل الناس ليه بيحصل كده، ما تسألني أنا، ما تيجي عندي وتكلمني هرد عليك وهفهمك. إذا شهوة المعرفة تأتي بسؤال الله نفسه، هي دي مخدع الصلاة بقى. واحد بسيط كده كان خصي حبشي، يعني وزير كده جاي ويهودي بيحج في أورشليم وراجع، فالروح القدس لقى الراجل ده مستوي فقال لفيلوبوس اركب معاه، فركب معاه قال له: انت فاهم؟ قال له: مش فاهم، كيف يمكنني ان لم يرشدني احد؟ وطلب الى فيلوبوس ان يصعد ويجلس معه.
قال له بتقرأ ايه؟ قال له بقرأ كشاة يساق إلى الذبح كنعجة صامتة. قال له بيكلم عن مين؟ أول ما سأل رجل الله، رجل الله قال له بيكلم عن المسيح. الراجل صدق، في مسافة السكة نور خلاص، اتعمد وبقى حاجة جميلة، خد معرفة صح، لأنه سأل ربنا عن طريق رجل الله. طب ما أنت ليه تسأل بره؟ شوفوا التعبير الثاني اللي يقوله موسى النبي، اذكر ايام القدم، تاملوا سنين دور فدور، اسال اباك فيخبرك. ما تسال ابوك. احنا ليه بنخاف ناخد ارشاد روح؟ ليه الواحد يمشي بدماغه لما يكعبل خالص يرجع يقول طب اسال ابونا؟ طب ما سالتوش ليه من الاول؟ ابوك السماوي او وكيله، ابونا اللي على الارض، يبقى تسال في الصلاه وتسال في الاعتراف، وشيوخك فيقول لك. التلاميذ بقى من كانوا زي الأطفال مع المسيح، فكانوا يستفردوا بيسألوا على طول، كانوا واخدين على كده وبختوم، عشان كده بقوا قديسين. فلما اتزنقوا في مرة ما عرفوش يطلعوا الشيطان من الشاب ده، أول ما الناس مشيت خدوه على جنب، وإحنا ما عرفناش نطلعوا ليه، بسطاء وحلوين، فاداهم درس جديد، قال لهم لا ما أصله برضو ناقصكم صوم وصلاة، هذا الجنس لا يخرج إلا شهوة المعرفة بالقراية. يبقى من فضلكم اسألوا ربنا في الصلاة، من فضلكم اسألوا أباء اعترافكم، من فضلكم اقفلوا منافذ المعرفة الغلط، ودنكوا عينيكوا عن أخطية الزبالة اللي عمالة تشغلنا. كمان املى عينيك من كلام ربنا، شهوة المعرفة بالقراية. ربنا يقول لشعب إسرائيل عن طريق موسى، لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، قصها على أولادك. يا أباء وأمهات، الساعات اللي قضيتوها مع عيالكم تحكوا لهم قصص الإنجيل وتكلموهم عن ربنا الحلو، هو ده الرصيد اللي بيحميهم طول العمر. شوفوا كام أب وأم أثروا وفرجوا العيال على تمثيليات وجاب لهم فيديوهات غالية، ودوهم نوادي ومرنوهم على السباحة، ودوهم مش عارف دروس خصوصية، والعيال ضاعت لان ما عملناش الكلمتين البسطة دول، ما كلمناهمش عن اللي خلقهم، ما كلمناهمش عن وجودهم في الدنيا ليه، ما كلمناهمش عن روح ربنا اللي جواهم، ما قلنا لهمش ولا حاجة صح، معرفة الروحية ما اتنقلتش. ده بيقول له اول حاجة تبقى على قلبك وتحكيها لعيالك، الكلام اللي بقوله لك ده يبقى جوه قلبك، يعني تفضل تراجعه طول اليوم كده وتقصه على أولادك، تقعد تتكلم بيه في البيت، لما تمشي في السكة ما تقولش غيره، لما تيجي تنام تراجعه تاني، لما تيجي تقوم من النوم تراجعه تاني، واربطها علامة على يدك، لتكن عصائب بين عينيك، اكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. لو كلنا انشغلنا بكلمة ربنا ومعرفة ربنا، محدش من عيالنا هيضيع، هيطلعوا أولادنا أحسن مننا ويطلعوا قديسين، ويبقى المجهود مش صعب. قصة كده من نحامية 8 تحكي أنه كان في واحد اسمه عزرا، رجع اليهود المزبيين إلى أورشليم يعمروا الهكل. وبعدين لما عزرا ده كان كاتب، عزرا ده أشهر واحد جمع كتب العهد القديم، والراجل ده راجل قديس عظيم، له كتاب اسمه سفر عزرا. عزرا بعد ما لم الناس وابتدوا يعملوا السور ودنيا بقى لها شكل كده، جمع الناس وفتح كتاب، فرحان قوي لان شغلته كاتب، الكاتب اللي هو الاغنسطس دلوقتي زي القارئ كده، كان دوره الاساسي انه يشرح للناس الشريعة. فبيتحط من زمان كده الكتاب فوق دماغ الناس عشان الناس تخضع لكلمة ربنا، فوقف كل الشعب وبارك عزرا الرب اليوم تحية كده زي المردات بتاعتنا قليلوا ياللي بنقولها قبل الإنجيل. وبعدين خروا وسجدوا وبقوا الأسماء الكتيرة دي كلهم دول إيه؟ اللويين أو المعلمين. أفهموا الشعب الشريعة، بصوا التعبير، الناس بسيطة مش فاهمة، فيبتدوا يقروا حتة من التثنية ويحكوا ربنا عمل إيه وقصد إيه والمطلوب إيه، والشعب في أماكنهم، وقرأوا ببيان بيان زي شمامسة الحلوين اللي قروا النهاردة، صوت واضح مفهوم صوت عالي عشان الناس تركز، وفسروا المعنى وأفهموهم القراءة. شوفوا اللي يحصل ايه، الشعب ابتدى يبكي وهو بيسمع، لأن الكلام بيدخل وبينظف وبيغسل
فابتدى الشعب ينوح. ليه؟ لأنه أنت بتقرأ، طب أنا ما عملتش الكلام ده، طب أنا كده سقط، أنا كده مش هدخل السماء، طب وماله؟ لا، الدموع دي خلاص هي الحل. هي فابتدى الشعب ينوح، فيقوموا هم يقولوا لهم لا لا بصوا خلاص ما تزعلوش. جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة، لأن عزرا بيقول لهم خلاص كفاية عياط يا جماعة، النهاردة يوم فرح، طالما رجعتوا وفهمتوا كلام ربنا خلاص هتعيشوا من هنا ورايح كويس، ففرح الرب قوتكم. كم مرة قريت الإنجيل دموعك نزلت؟ يبقى ما فهمتش كويس، يبقى ما عرفت الدنيا شغلاك، ما اكتشفتش المراية، ما شفتش نفسك صح. الإنجيل مراية، لو شفت نفسك فيها صح هتعيط، هتخاف، هتصرخ وانت قاعد ارحمني يا رب ارحمني، انا ما عملش ولا حاجة من الكلام ده. شهوة المعرفة بالتأمل، تأمل حواليك اللي بيحصل، تأمل الطبيعة. كل ما التأمل ده وصية إلهية، المسيح قال لماذا تهتمون باللباس، تأملوا زنابق الحق. بص للزرع، الزرع يقول لك انظروا كيف تسمعون، طبيعة بتتكلم، اذكروا مرشديكم. كل لما تتأمل في اللي سبقونا وجهدوا، في أهالينا الكبار، في سير القديسين، في الناس اللي مشت غلط وخلص عمرها، والناس اللي مشت صح وخلص عمرها، فكر فكر، كل ده معرفة سليمة. شهوة المعرفة بالبحث، قيل عن شعب من الشعوب في سفر الأعمال كان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي، قبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب، بكل نشاط فاحصين الكتب. في واحد يروح يدور ويقلب ويذاكر، طبعا ده شاطر، ده المعرفة داخلة مظبوط، ده دماغه مش هتتلخبط أبدا. دانيال كان فيه الصفة دي، كان يقعد يبحث. فدانيال كان قبل منه أرمية، أرمية تنبأ وكتب رقم 70 دي، فدانيال قعد يبحث لغاية ما فهم ان 70 سنة دي هي الحكم على الشعب اليهودي بالسبي، بعدها يرجعوا المذبين. فابتدى يبشر ناسه، أنا فهمت الحكاية. أختم بتدريب، كل أسبوع انشغل بسؤال يحتاج لإجابة، أظن مفيش أسهل من كده، سؤال روحي طبعا. كل أسبوع سؤال يحتاج لإجابة، انشغل دور وبعدين روح اسأل، أو دهات كتب ودور. لو مش عارف أسئلة أجيب لك 100 سؤال، بس المفروض تكون أنت عارف أسئلة. مثلا أوصل للتواضع إزاي؟ مش ده سؤال مهم؟ أحب عدوي إزاي؟ أصلي على طول إزاي؟ مثلا يعني أي حاجة من اللي قالها ربنا، أبطل إدانة إزاي؟ ليه ربنا بيسمح بكذا؟ أي سؤال يشغلك عيش فيه أسبوع ودور على إجابته، هتزداد معرفة. هي دي الفكرة، معرفة روحية. ممكن تقرأ فيه كتاب، ممكن تسأل فيه كاهن، ممكن تسمع فيه وعظة، لأن سؤال نفسه يشغلك تأكد بيضيف عليك حاجة. تاني تدريب، كل أسبوع اقرأ سفر بدراسة، واختاروا الأسفار الصغيرة عشان ما تتخدوش. عندنا تقريبا نص الأسفار في الكتاب ما بين 4 و5 إصحاحات، يعني في حاجات 3 إصحاحات، في حاجات إصحاح، في حاجات 4، في حاجات 6. خد كل أسبوع سفر وفهمه. طبعا لو وقتك بقى ملكك هتاخد أسفار كبيرة في أسبوع، مش صعبة على فكرة لو أنت هتركز. لكن ليه تقعد تقرأ وأنت مش داريان حتى أنت بتقرأ في إيه؟ ده كتاب على بعضه اسمه مثلا رعوس، ما ياخدش ساعة، بس لما تدرسه وتفهمه لا ياخد له شغل. بس تبقى أنت ازددت معرفة، تأكد أن ده بيغير في عقلك، بيجدد ذهنك، بيغير في شكلك، كلمة ربنا بتعمل حاجة. يبقى سؤال يشغلك وسفر يشغلك. آخر حاجة، كل أسبوع اختار سيرة قديس بص فيها. ساعات تبقى من السنكسار، لأن سير القديسين فعلا مدرسة. حتى لو أنت عارف سيرة حياته اقراها تاني، طبعا القديسين ما بيخلصوش، لكن هتفوقك. ليه؟ مش دول بشر زينا وكانوا عايشين عيشتنا؟ طب هم خدوها جد، طلعوا نصحين، طب ما نطلع احنا كمان نصحين في اللي فاضل من العمر. يبقى شهوة المعرفة، مش هينفع نفسك تاكل ومش راضي تقوم تجيب اكل، لا، نفسك تاكل معرفة يلا قوم هم اعمل حاجة.
هات سؤال وانشغل بإجابته، هات سفر وذاكره، هات سيرة قديس واعرفها كويس لإلهنا كل مجد وكرم.